للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. أستاذ ناجي، يعني بعد التحية، كيف قرأت وتابعت ردود الأفعال وأيضا إشادات الأحزاب فيما يخص توصيات الحوار الوطني، خاصة في قضايا الحبس الاحتياطي والقضايا الجنائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهلا بك برنا وأهلا بك للسادة المشاهدين. ثانيا، كانت مفاجأة أكثر من رائعة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومه بسرعه تنفيذ توصيات الحوار الوطني في قضيه الحبس الاحتياطي. وكانت يعني ادخلت السعاده والسرور الى نفوس كل العاملين والمشتغلين بالحياه العامه عندما تحدث الرئيس بكلمات واضحه ومحدده عن ضروره ان يكون هناك حد اقصى للحبس الاحتياطي وحتى يتحول الى عقوبه، وضروره ان يكون هناك تعويض للحبس الاحتياطي الخاطئ. تلك كلمات كانت دائما على لسان المشاهدين بالحياه العامه وعلى لسان اشد المعارضين، لما كان احد يتخيل منهم انها سوف تاتي على لسان راس الدوله ويوجه توجيه الحكومه بسرعه تنفيذ توصيات الحوار الوطني. احنا بنعيش مرحله جديده، هذه مرحله جديده جعل الرئيس فيها بسرعه استجابته لتوصيات الحوار الوطني. مؤسسة الحوار الوطني مؤسسة قائمة بحد ذاتها الآن، أصبحت أملا لكل الناس إنها إن أي قضية مصرية ساخنة تحال إلى الحوار الوطني، إن معنى حالتها للحوار الوطني إنها سوف تناقش مناقشة موضوعية مستفيضة، يجتمع حول هذه المناقشات كل أهل الخبرة والاختصاص والعلم، وأيضا كل الحزبيين والسياسيين، ومن خلال طرح موضوعي وبدون خطوط حمراء بيتم وضع حلول عمليه وعلميه لهذه القضيه الساخنه او تلك. وسرعه بقى استجابه الرئيس لهذه التوصيات بانه ينفذ وعده الرئاسي اللي هو اعلنه يوم اطلق دعوه الحوار الوطني الى الحكومه بتنفيذ هذه التوصيات، اما بشكل قرار تنفيذي او في شكل تعديل تشريعي. جعلنا بنعيش جعل الحوار الوطني يعيش زخم حقيقي، واصبح حاله حواريه موضوعيه تعطي امل بانه سوف نرى حلول خارج الصندوق لكل قضايا مصر الساخنه. كانت مفاجاه سعيده، يعني الرئيس اوضح فيها ايضا في تحويله انه بيحترم الدستور والقانون، وان هو اساسا بيحترم اساسا الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، ومن هذا كان سرعه اصدار هذا التوجيه الرئاسي للحكومه المصريه. الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك الكلمات اختصر احلام رفعناها على مدى 5 عقود. نعم. من ان يكون الحبس الاحتياطي حد اقصى، وان يكون هناك ضمانه لعدم تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبه من خلال التعويض الرئيس اكد عليه في توجيهه للحكومه. لذلك يعني ده اغلق الابواب امام كل المتربصين بالوطن، امام كل الذين كانوا يشعون بان الحوار الوطني مكلمه ولن ينتج عنه شيء. ولكن الرئيس بالمرحله الاولى الحوار الوطني اللي انتهت في العام الماضي، وحال الرئيس للحكومه بقت اصبحت الان هي رافد اساسي في برنامج الحكومه اللي اطلقته او اعلن رئيسها في مجلس النواب، وايضا بتحويله اليوم القضيه الاخيره التي ناقشناها على مدى 18 ساعه في جلستي حوار وطني، جلسه اولى صباحيه وجلسه ثانيه مسائيه، شارك فيها 120 من الخبراء والمتخصصين والسياسيين والحزبيين. نعم. وحتى كان مشاركين من المشاركين كان بعض المحبوسين احتياطيا رفض عنه مؤخرا، وكل الكلمات اللي كان مسكوت عنها في الماضي تم اطلاقها في هذه نعم، ويتم البحث. ايضا يعني طرحها بكل شفافيه ومصداقيه. سنتناها فعلا زي ما قلت سيادتك، قلتي تم طرحها بكل شفافيه ومصداقيه من خلال حلول علميه وعمليه موضوعيه، يعني ما فيش شطط فيها. يعني الظاهره الملحوظه في الحوار الوطني وانا احد المشاركين فيه منذ ان اطلقه الرئيس، انه اصبح الحوار موضوعي، اصبح هناك توافق بين كل الاراء المطروحه حتى من اشد المعارضين. يعني نعم. لك مثال، يعني 120 متحدث تحدثوا، حديثهم كله ترخص في حوالي 24 حل، منهم 20 توافق عليه الجميع، واربعه في حلول بس حلول مختلفه متعدده. نعم. وده مرفوع للرئيس لكي يصدر توجيهه السريع للحكومه
بأن تنجز وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات والمخرجات. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي.